السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في مطبخ بنت البلاد. اليوم رانا معكم وانتم راكم معنا، جيناكم بطبق جديد من بنت البلاد، من مطبخ بنت البلاد. عفوا، راكم تشوفوا اليوم جبنا لكم سفيرية مبشور، يعني فرماج رابي. عندنا هنايا بصل، عندنا هنايا سمن، عندنا هنا فارينة، كاين هنايا عندنا رند، وعندنا هنايا جبن مقطع مكعبات صغيرة، عندنا حبة بيض وتوابل، عندنا فلفل اكحل هنا، حطوه هنا كما قلت لكم مبلك طايب. البريفيرونس تفوروه خير باش ما يبقاش فيه الماء، يكون ناشف باش ما ينشف لكم. حطوه هنا، كما كنا نديروها بالخبز اليابس، حنا نقدروا نديروها بالانواع تاع الخضر اللي عندنا دوكا، وتجي بنينه. وحنا درناها ديجا من قبل، هيا حنا نسيو نغطيوها باش يطيب منها مليح. هكذا نخلوه يتقلب عقلو، ونخلطو الحشو تاعنا. الحشو تاعنا واش نديرولو؟ نديرولو شويه فارينه، ما ننساوش دائما القدرة تاعنا نطلعوا عليها. لا كي انا كنت تشوفوها نجي نقلوا فيها مليح. هنايا هذه الوصفه هذه
من قبل كانوا في المسفيريه الناس يديروا لها الفاشيش يعني الحميصه وكاع، هذه ما درناش، ما فيهاش حميصه ولا جلبانه ما فيها والو. حنا قليو الدجاج تاعنا مليح، هنايا انا قلبناه دوكا، خلوه نعاودو نغطوه، خلوه هنايا ونولو نعاودو نحركو هنايا السفيريه تاعنا اللي قلنا نديرناها بالباذنجان، عفوا بالشوفلار يعني البوركلي. نولو الدجاج تاعنا دايما لازم نقلبوه، كيما راكو تشوفو هكدا هانا نقلب الدجاج تاعنا بدا يتقلى هاذيك، ودايما نقلبوه هكا شويه شويه كنعاودو نقلبوه. والعجينه تاعنا هادي غنقلبوها دائما، انا زدنا لها شويه فارينه يعني باش كي طيب لنا كنحسوا باللوغو هذاك تاع الخبز. يعني واش نديروا دوكا؟ حنا نجيبوا هكذا حاجه باش نبداو نوجدوا فيها السفيريه تاعنا باش نقلوها من بعد. ما نساوش دائما نطلوا على القدره تاعنا، ما تلصقناش لازم. هذا لازم تقلى مليح، هيا حنايا مام هنايا يعني مليح علينا نربحو الوقت كي نقلو الدجاج مليح، على مام الطياب ما يدومونديش ناش طياب بزاف يعني مام كي بعدا كي نقلو السفيرية تاعنا بس كاح نقلوها هنا من بعدا يعني ونحطوها مع المارق هذا ما تطولناش يعني حاجة خفيفة. نحركوا حبة البيض هذيك اللي كانت معنا، ونولوا دائما نطلعوا على الدجاج تاعنا، هكذا الدجاج تاعنا، هكذا راهي دوموندي، لازم نسيو كيفاش، هنايا نديروا له البصل. هكذا ونغطوه ونخلوه يتقلى مع البصل، نحيو هذه منها. حنا واش نديرو؟ نبداو نوجدو في السفرية تاعنا قلنا عليها، نحطو هنايا نغصو نقلبو في الفارينة مليح، ونديرو هنايا انتخو في الوسط ونحشيوه بالفرماج هذا اللي هنايا. نعاودو نحيوها هكذا بالعقل، نقطروها من البيض، نعاودو نرجعوها الفارينة، نعاودو نديرو لها الفارينة هكا كيما راكو تشوفو. وانا واش نديرو؟ نروحو نجيبو صحن باش نحطو فيه هاد السفيرية تاعنا اللي قلنا عليها بالفارينة والبوركلي يعني بالشوفلار.
خلوها كيما راهي هكاك. واش نزيدو نديرو لها؟ نديرو لها دوكا زوج ورقات رند كيما راكم تشوفو فيهم. نقليهم تما ديجا هنا الوسمو هنا الشوفلور تاعنا ديجا راهو طايب، يعني غير نحمروه هكا نحمروه، يعني الماء من اللون ماشي
راكم تشوفوا دوك البلا تاعنا واللي واجد وحاضر قدامكم اللي هضرنا عليه مقبله هو سفيريه بالبوركلي يعني بالشوفلور، هاو حاضر قدامكم كيما شفتوا هذوك اللي بول هذوك اللي خدمناهم يعني سفيريات يعني كبيرات هذوك، هاو ملي حمرناهم هاو قدامكم، والدجاج تاعنا وتحمر ثاني في لاصوص اللي درناها، قلنا درنا صوص بيضاء هاو واجدين قدامكم، وانا زيناهم وحضرناها قدامكم ونقول لكم ان شاء الله يعجبكم وسيو ان شاء الله ما تندموش عليه وتاكلوه بالصحه والهنا، وان شاء الله نلقاو في عدد اخر ان شاء الله. السلام عليكم.